احنا كنا سألنا برضو جماهيرنا عن رأيهم في مباراة السوبر. تعال نشوف كده رأي جماهيرنا ايه ونرجع تاني. نبدأ من عند محمد فتحي. صباح الخير عليك يا محمد، أتمنى من فريق كرة السلة بنادي الزمالك أنهم يستعدوا بجدية وروح معنوية عالية وحماس وتركيز في الملعب وبذل أقصى مجهود لديهم في الملعب للفوز إن شاء الله بمباراة السوبر أمام الأهلي، والفوز بلقب السوبر إن شاء الله لإسعاد جماهير نادي الزمالك العظيمة والوافية، وكل الدعم والتوفيق إن شاء الله لنادي الزمالك. لمياء حسن، صباح الخير عليكي، أتمنى من فريق السلة أنه يكون على أتم الاستعداد الأمثل لهذه البطولة. فريق سلة الزمالك فريق قوي وبيمتلك مدير فني كبير وعظيم بقيادة الكابتن أحمد مرعي ولعيبة مميزة، وإحنا دايما وراهم وبندعمهم وواثقين فيهم، وإن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية. أهم شيء التركيز ووجود الروح والحماس، وإن شاء الله يحققوا الفوز على الأهلي ويرجعوا من البحرين متوجين بكاس البطولة ويفرحوا كل الجماهير الزملكاوية، وكل التوفيق للفريق إن شاء الله. يعني كلمة بقى أخيرة يا كابتن، يعني احنا طبعا بنشكر الجمهور كله على الكومنتس دي.